عائلة الشاب المخفي قسريا جعفر جاسم ماجد. قلق شديد، تجاهل رسمي، أين نتجه؟ ما زال ابننا منذ التاسع عشر من شهر فبراير 2015 ولمدة ستة عشر يوما مغيبا عن أنظار العالم وممنوع من الاتصال بأهله، رغم سعينا الحثيث مع الجهات الرسمية في الأردن والبحرين لمعرفة مصيره أو طريقة للتواصل معه، إلا أننا لم نلقى إلا التجاهل والتسويف من جميع الأطراف. لم نستغرب هذا التجاهل أبدا، وكنا نتوقعه لما تشهده المنطقة من تجاوزات وانتهاكات في حقوق الإنسان. إننا قلقون جدا وخائفون على صحة وسلامة ابننا جعفر، وما يقلقنا أكثر هو التكتم الشديد عن موقع وجهة اعتقاله وسبب التكتم الشديد عن موقع وجهة اعتقاله، كما أن طريقة الاعتقال والترهيب والتهديد الذي رافق اعتقال جعفر يجعلنا متيقنين أنه تعرض للتعذيب والمعاملة القاسية والسيئة ولا زال يتعرض لهما. رغم توجه الأب لمكان اختفاء ابنه ومراجعته للسفارة البحرينية في الأردن، إلا أنه ولهذه اللحظة لا يعلم مكان وظروف اختفائه، كما أنه لا يزال يتساءل هل ابني موقوف لدى السلطات في الأردن أم إنه سلم لسلطات البحرين، خصوصا أن كلا الطرفين لم يصدر منهما أي تعليق بخصوص إخفاء جعفر. خياراتنا بدأت تنفذ ولا نعلم أين نتجه لمعرفة حقيقة إخفاء ابننا جعفر، ولا نعلم طبيعة التهم الموجهة له، وكل ما نحن متأكدين منه أن إخفاؤه هو انتهاك صارخ لحقوق الإنسان، خصوصا أن كل البلدين لهما ملف وسمعة سيئة في هذا المجال. في ختام بياننا هذا، نطالب السلطات في البحرين والأردن بالكشف عن ابننا ومصيره حالا ودون مماطلة وتسويف، والسماح لوالده بزيارته، وإننا نعتبر كل مماطلة وتأخير في الكشف عن مصيره ما هو إلا تأكيد على ممارسة التعذيب الجسدي والنفسي اتجاهه، والضغط عليه للتوقيع والاعتراف مجبرا بما لا يرضى. كما إننا ندعو جميع منظمات المجتمع المدني والجهات الحقوقية في البحرين والأردن للوقوف معنا ومساعدتنا في الكشف عن مصير ابننا المخفي قسريا، ومخاطبة الجهات الدولية والمعنية بهذا الشأن لاطلاعها على القضية. ختاما، نقدم شكرنا لكل من وقف بجانبنا، سائلين المولى القدير أن لا يريهم مكروها في أهلهم ومعتقليهم. عائلة الشاب المخفي قسريا جعفر جاسم ماجد 6/3/2015 النويدرات البحرين المحتله.